مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء وبالضبط حي مولاي رشيد. حنا عند السي سعيد ملقب سعيد ولد ماما، واحد الانسان طيب وعفوي، غادي يحكي لنا القصه ديالو. نخليكم تسمعوها من عنده هو، اللي في الحياه ديالو دوز بزاف ديال الحوايج، رغم ان عنده غير 43 سنه، جوج العيالات، عنده 8 ديال الوليدات، عاش الصحه وعاش الظروف الزوينه، وكان كل شيء كيعرفه، وكان كيف ما كيقولوا الجيران كاملين اللي كيشهدوا في حقه انه كان من الناس اللي كان كيحضر البنات اللي كيمشيو يخدموا مع الفجر مع الخمسة الصباح، كيرد لهم البال، من الرجال ديال الحومه اللي كل شيء كيشهد لهم بالاخلاق وبالرجوله، ديال انه يحضي بنت دربهم غدا الخدمه او لا يحضر المطار او لا، كيتقوا فيه الناس بزاف. سعيد غادي يحكي لنا اليوم القصه ديالو الكامله من الاول حتى الاخر، وغادي يعاود لنا شنو واقع ليه دابا. سي سعيد، مرحبا بك على شوف تي في. لا قدرتي ترفع صوتك شويه وتعاود لي اخويا. شي جابوا شي معلقين ربما اللي كيحكم عليك في الغيب ما غيعرفكش، الانسان ما تحكم عليه عاد باش عاش ليه راه غتعرفيه ديك الساعه. انا سعيد الرحمن الملقب بالبابا، الشاب الحارس ديالي في منطقه حي مولاي رشيد مجموعه 3 بشارع محمد غنوني بوعلاه، اب جوج عائلات، ثلاث اولاد، خمسه اطفال، بنات وثلاثه اطفال. اليوم هذيك امي ديالي مربياني كتشكي وكتقول انا ضربتها، وكنستغفر الله العلي العظيم، ولا قالت ضربتها تجيب شي انسان عندي تشهد بيه. عندي نزاع مع خويا ومع مرتو، هي بعيده على المشاكل، كتنوض كتقول عباد الله الانسان عنده مع البوليس غيقاول بيا ولدي يمشي يقيد بيه. المهم ماشي هو هذا الموضوع. سعيد، قبل ما نمشيو للام، ماما كتبني الوالده ديالك غير هي خالتك ومربياك، نرجعوا اللور شويه. سعيد الشاب لأول مرة تزوج، عاودي القصة ديال واخا كنتي مجوج بجوج ديال العيالات كانوا مفاهمين وكان واحد الحب بيناتكم نتوما بثلاثة، عاودي كيفاش تزوجتي بمرة الأولى والثانية؟ بنعيمة هي الأولى في 2000، حتى واحد ما بغاها ليا، كلشي كرهوها، كلشي سبوها، خديتها صحة، شي طرق باش خديتها، ما كاين باش شدوها، بداو كيحرجوا عليها، الصابون طهروها، كتقول الله يعمرها دار، حاشا ما عاد الله. بنادم يقول الحق اليوم في ورقة الداخلة، ما يلفت من قول إلا لديه رقيب عتيد، واليوم راه الدنيا وغدا الآخرة، هذيك السيدة قهرتها بالعرسة طيبتها بسبابهم، بحال هاد السيناريو ديال حنان مع نعيمة، وليت كنشوف في الحياة ديالي كتعاود مع حنان، ديك المأساة اللي عشتها مع نعيمة ولات كتعاود مع حنان، علاش؟ كاينين ناس أخرين في الخفاء هما اللي كيجريو على تشتيت هاد العائلة ديال عائشة. شكون واش عائلتك ما بغاوش تتزوج المرة الأولى والثانية؟ عائلتي مصيبة كحلة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمي واش كانوا عيالاتك ماما. كانوا عيالاتك مفاهمين مع بعضياتهم؟ ضروري. عاود لي العلاقة ديالهم كيفاش؟ ملي خديت حنان توترت العلاقة مع نعيمة لواحد المستوى كبير، ولكن الحمد لله ربي يسر، ولو بحال خواتات مدة ديال 10 سنوات، ولدوا بيناتهم شهر واحد. كانوا كيحملوا بجوج؟ جوج حملوا في شهر واحد وولدوا في شهر واحد. عندي جوج بنيات الاولين اللي كبروا، احمد وعمران، تبارك الله، قد قد جنات، هبه خلود، قد قد. فاش يقول لك بنادم حنان طلقتني على ربع حاشا مع عاد الله، انا اللي بغيت حنان، انا كنت باقي صغير، وراك عارف بنادم باقي صغير وما لعبش، وخديت السيده فاش هبات عند شي حد بحق يحاسبني، كما بغات تكون انا قبلت عليها في العدل المشكل، المراه كتحسب عليا ملي كتكاتب معايا. لا لا الاخت ورا هادشي اللي كاين هاد الناس، راه شفتو من العش الاول والعش الثاني حتى هو غادي في الشارع. دابا المرة الأولى طلقات؟ المرة الأولى تقهرات أختي، ما عرفتش راسي أنا مريض، كندور كنضرب فيها، هربت طيبتها هربت أختي، وهما السبب والله على ما أقول وخير الشاهدين، وقلت لك شي رؤوس خربة راه في لي كومونتير كيهضروا، ما كيقدروش يهضروا فاس، حيت باقيين هادو ملي كنهضر على الاعتقال ديالي، باقي كنجرب شي إجراءات على الاعتقال ديالي، باقي غنجيب كلشي، عا كنتسنى دافع الشكايه في الرباط باذن الله، ملي غادا تجي ديك الساعه غادي نتفاهموا مع كلشي، طريقه الاعتقال ديالي وكيفاش تعتقلت، ومني جيت خرجت لقيت المراه مسلوخه وانا ما في راسي والو. شكون اللي سلخها؟ كيقولوا سلخوها خوتك وانا ما حاضرش، انا ما شفتش. ما كنتيش. انا ما شفتش، كنت مشكور. دابا حنان باقا معاك، حتى هي عندها معاك ربع. حنان دابا حاليا انا وياها في نزاع. علاش؟ واش غادي ندير؟ ما لقيتش ما ندير مع هاد السيده الاخت، انا حاليا مريض، ما نديرش عمليات.
الحاله ديالي شفت الله اللي كيعلم بركي تعاونوا معايا الناس جمعيه اسمها ولا رشيد امو الناس خليهم في الخفاء سري الله يعمر لهم الدار امو اش كيخلصوا ليا العيد من العام للعام كيشريو كيصيفطوا ليا خزنه وكيقولوا الناس ما تقولوش راه حنا اللي شريناه وهاد الناس ملي كتجيني العصافه امو كنوض كنشبع فيهم هما الاولين معايا وهاد الناس امو انا تما لا داعي للذكر ديالهم واحد كيشري ليا المراه القديمه وواحد كيشري ليا المراه الجديده واحد الاخ نسيب ديالنا راه هو مسكين راه نسيب هذوك الناس كيعطيني 1000 1500 درهم هادو ناس في الخفاء كيتعاملوا معايا لله وانتم الاهل ديالي فتتوا لي العش الاول العش الثاني حشومه الله امي الناضره امك اللي والدك فين كاين امي اللي والده اللي حرضوا عليا راه جات عندي قالت لي يا خويا ما حالي انا راه كنقلب عفوا نحط حوايج راه باقي ما لقيتش كنمشي نقلب على الكرا واش كاين شي واحد غيكري لي بربعه الاولاد ما لقيتش اولادي دابا شادين مني الناس مرات نعس عند امها مرات نعس عند ختها مرات تمشي عند خالتها دابا عائلتك يعني امك اللي مربيك خوتك خرجوك من الدار عائلتي امي ماما وخويا ومرتو هما اللي دايرين النزاعات وكاينين شي ناس اخرين كيشحروا فهمتيني الاخت كاينين شي ناس اخرين كيشحروا انت عندك نزاع مع جارك ولا جارتك كانت على بناس قدامك مشات شافتها حنا في العيب وراه هذا هو السبب الاخت راني نزاع مع عائله ملي مشات هزت حوايجها ومشات شافت السيده داروا لنا هذا الشيء ومني كنهضر انا كاينه اللي طلعوا عند امي حيت هي اللي عاطيني واحد البيت ساكن فيه هذاك البيت دير فيه بيت النعاس ودير فيه بيت الضياف ودير فيه كوزينه قالت لي على طواليط ما درتهاش فيه يعني بيت كتجمعوا فيه كامل بغيتي تشوفي يديك تشوفي والوليدات يعني ربعات الوليدات وانتم ست بيت واحد والله وتشوفي بيت فيه 4 متر في مولاي رشيد شفتو في الفيديو اللي صيفطت والله القسم انت يا الا كارو كينعسوا فيه الاولاد وكارو كي وكارو ديال التشطيات بالله العلي العظيم وعمو استقروا راه باغي ان شاء الله كنجري على راسي لحن عليا الله الا كمل عليا الله كنجري على راسي كيما خليوني تنكمل راسي الحيد من هنا ها انا في نزاع مع خويا هو كيعترف في فيديو ياك علاش ما تعتبرش معايا علاش حيد لي خويا ومدخلك انت ما بيني وبينك الخير والاحسان الاخلاق ديالي سول على الناس ديال مولاي رشيد من واحد حتى لسته قالوا لي الدراري ولا الدرب كنتي كتحضي البنات اللي كيكونوا في الدراري هذا هو الناس الدريات كيجوا مع الخمسه د الصباح اس تي سي ار كيوقفوا هنا اس تي سي ار خمسه د الصباح كاين اللي كيخرج مع الثلاثه ونص ديال الناس الشاليه اللي كريم كيمشيو للمارشي اما الناس بغيتو تشوفوا هادشي نديرو فيديو حتى في هذا الوقت مرحبا كاينين الناس كيخرجوا مع السته د الصباح كاينين اللي مره باغا تجيب عبوطه ما لاقيش يجيبها لها كنمشي كنجيبها لها في سبيل الله هادشي انا خدام مع الله انا تخسرت من وجهي بسبيل هذا الوطن علاش على قبل الناس حيت عندي حساب تخسرت في 2013 بوجهي هنا فهمتيني روح علاش على حساب حيت شفت واحد جديته كيدريسي ورانديته ومشيت شريت فيه شكون غيخلصني انا دام الباغي الله يخلصني انا باغي حتى شي واحد يخلصني انت دابا اش كتمنى سعيد من قلبك كنتمنى من الله الله اختي نقول لك واحد كلمه قلتي اش كتمنى ورديتها والله حتى كنتمنى ننتحر لا الله يسلمك والله على ما اقول وخير الشاهدين شي داك البوط والله الا شحال من مره كنبقى مريح في الليل وكندوي معاه ديال الفيروس كنقول شي نهار غنمشي تما ندير كابلي ونبك الله يعاون الله يسلمك الله يستر اخويا لما تكونش بحال هكا بصحتي انا والله اللي كيشري شوف سعيد ما تقولش بحال هكا انت عندك وليدات كتسمع عندك وليدات ملي كتشوف 8 الاولاد عندك ضايعين اش غيبقى باش غتفيدهم تبهم ربي كبير يا ربي هو الرزاق الله احن من العبد على امي كما قال رسول الله عليه الصلاه والسلام ها ولكن اختي انا ما درتيش بالك مع هاد الناس راه يسطيوك واقسم بالله العلي العظيم هاد الكلمه اللي قلت لك راه وكنتمنى من الله يغنينا من فضله ها انت قلت يا ربي كنتمنى انه كنبغي ندير شي حاجه وكيرد بيا الله كنعرف راسي من المحبوبين تبغي لنا نحط لك رقم التليفون ديالك للناس اللي كيسولوا في الرقم شحال التليفون ديالك سعيد؟ 06 66 34 34 40 29 هذا هو الرقم مشاهدينا ديال سعيد اللي بغى يتواصل معاه في التليفون ديالو يعني البوطه والبراد وكل شيء عنده يعني ها هو سعيد كيعيش دابا غير في هذا العشه اللي كي دابا كتعيش هنا كتبات هنا هنايا كنجلس 3 ايام 4 ايام كندخل نعس نهار كنشبع فيه عادات كنبقى نسمع في المعيون وليت خايف على راسي وليت كندخل بالتليفون وكنخرج بالتليفون كيشجع
اللهم انا دابا نكونوا واحد وحلف الباطل، انا لا قالت لك ضربني شي وضربتها ولا درت لها شي حاجه، اقسم بالله العلي العظيم الشهود ديال الزنقه تقول لك انا ضربتها وباش ما حكموا عليا عباد الله. انا تحت راه ندوز الحبس، عارف ما كيسلخ ليا مرتي، فما كيسلخ ليا الزوجه ديالي، كنوض ليه كتنوض هي دير شكايه ضدي بانني درت لها العنف. دابا خوك كيضرب الزوجه ديالو، خويا ضرب الاولى وضرب الثانيه. الاولى هاي الا قلتو شي حاجه استدعيوها ولا يعيطوا عليها الناس سلطات مختصه تعيط عليها وتسولها. سلخ ليا الاولى قبل منها وراعيت وعدوا بالله، وعاود سلخ ليا الثانيه. داك العام ضربها درت فيها وسلخت، اقسم بالله العام واحد واحد السنجار وما هو مش عيب شلاقه، الى حاضر الى لقاني كنعيط فيها قال لي ما نقدر اضرب اخويا وهاك هنا كبغي تقيد به. هو يدور جرها وقال لي حتى ما تعاملش معاه هكا، جرها وقال لها دوزي دوزي راه ساعي خوك غتحافي لي خوك. أما الضربة اللي قالت لك ضربتها أنا راه كانت في سيدي بن نور، طاحت من فوق كرويلة على عينيها وصوروها وبقاو كيضحكوا عليها، جات بغات تفسحها فيا أنا. فات 2020 بعدا هي ما حاضراش، راه هو كيقول أنا حيدت الباب وعطيتو لي لاحوية فين كانت؟ ما كانتش، حتى جات كتجري مشات دارت لي شي كلام، ملي ضربني عرف ضربني عرفني غنمشي ندي كاربين مشات كتجري وتآمروا عليا ماشي شكاية، تآمروا عليا واحد المؤامرة، ولكن راه باقي اللي غنجريو في هاد الشيء، راه باقي اللي عطى شي حاجة اللي عطى شي حاجة اللي عطى شي حاجه غير الضو ولا شد شي حاجه غير مده. انت هنا كتربي حتى الحمام؟ انا محب الحيوان، محب الحمام الزاجل، ها ترم السلامه هو الحمام. عندي واحد 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 خمسه دقائق في قناه عمر الحمام الزاجل مع الشربي حاضري، راه يتفرجوا فيها حتى جاو عندي هنا وشافوا الحمام والحمد لله. الانسان ملي كيميل لهذا الشيء الا وفي قلبه خير ما فيهش شر. اكيد اكيد كنتمنوا من الله عز وجل انه يفرجها عليك يا ربي ان شاء الله في القريب. واخا كمل اخويا سعيد. امين امين احسن. كيقول لك انا مبني عارف ان الناس سكر الله يعفو عليا، وكتعترف وكتقول انك ضربتي المراه قدام خوها تزكي بصح تعرف اش كتقول مع لسانك، كتقول في راسك براسك والقانون راه ما غير رحمكش. والله اما الناس كلهم كيدعيو معاك ويعني تاثروا بالقصه ديالك، فكنتمناو لك التوفيق ونتمنى الله عز وجل انه يفرجها عليك في اقرب وقت وتجمع مع وليداتك في شي دويره تستر فيها، لان الانسان في الدنيا كيعيش بزاف ديال التجارب. فسعيد هذا هو المكان اللي كيعيش فيه. ويعرف فيه واش يا محمد اش سيد محمد زيد، هذا صديق ديال العائله وصديق ديال الطفوله. السلام عليكم. وهذا يحكي لكم بالنيابه عليا كي الله وقف. السلام عليكم. يعني هذا صديق ديالو ان شاء الله يشهد فيه. كي سعيد كي كتشوف سعيد؟ سعيد انسان الله يعمر على دار حاج الشوشي ديالو ودي الناس، كنعتبرو انا بدا شخصيا اقوى صديق ديالو الله يعمرها دار. بس هذا المشكل العائلي بسيط كيتدخل في الامر وصافي. شد العيالات كما العيالات اما شي سعيد مرضي ما كيضرب والديه، هو فعلا كيستفزو كيخسر الهضره. الصديق ديالي ماشي غنقول لك انا عشت معاهم شحال من حاجه، ولكن باش انه يادي ولا شي حاجه والله يفرج عليه. شكرا لك اخويا، الله يفرج عليه. نتمناو ان شاء الله من المحسنين انهم يتصلوا بسعيد ويساعدوه. نتمنى انهم يساعدوا لانه فعلا هو كيعيش غير هنا دابايا. اخويا شكرا، الله يجازيك بالف خير. شكرا لكم مشاهدينا انتم على المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله في بث اخر.